روح لأخبار نادي الزمالك، ونادي الزمالك هيخوض مباراتين وديتين. اتفق الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال على إجراء مباراتين وديتين في فترة التوقف الدولي. كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي أتم الاتفاق مع فريقي كاسكادا والإعلاميين إنهم يبقوا المباراتين الوديتين اللي هيلعبهم نادي الزمالك، وتحدد ليهم يومي الاثنين والأربعاء المقبلين على الترتيب. بيسعى طبعا الجهاز الفني لنادي الزمالك إنه خلال فترة التوقف الدولي وقبل السفر لخوض دورتين وديتين في يناير إنه يجهز اللعيبة بشكل كويس من خلال إقامة البطولتين المباراتين الوديتين دول. نادي الزمالك بيستعد للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي، ودي فيها نادي الوحدة الإماراتي الاتفاق السعودي مصلال القطري. البطولة هتبقى من 18 حتى 24 يناير، والبطولة الثانية هتكون كأس دبي للتحدي في الفترة من 26 حتى 28 يناير، هيبقى فيها نادي الرجاء المغربي، أهلي جدة السعودي، ووهان ثري تاونز الصيني. إن شاء الله برضو تبقى معترك ودي حلو جدا، اكتر من مدرسه يشارك ويحتك بيها نادي الزمالك في الودي في الدورتين الوديتين دول ان شاء الله. كاملين اخبارنا من عند الكابتن معتمد جمال اللي عقد جلسه مع اللاعبين على هامش المران اللي اقيم النهارده. كابتن معتمد حفز اللاعبين عشان مواصله العمل والتركيز بشكل قوي جدا في الفترة اللي جاية، أكد ثقته في كل اللاعبين اللي موجودين، كمان قال إن الجميع عنده فرصة قوية خلال الفترة دي للاستعداد بالشكل المناسب، وقال كمان الفريق هيخوض دورتين وديتين في الإمارات، ومن الضروري الظهور خلالهم بشكل يليق باسم نادي الزمالك. في نهاية الجلسة كابتن معتمد حرص على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في ميران اليوم. خبر كمان من عند أوباما، أوباما رجع للتدريبات، لكن أوباما كان بيشتكي من إجهاد عضلي في الفترة اللي جاية، انتهى من البرنامج التأهيلي اللي وضعه ليه الدكتور محمد أسامة ورجع مرة تانية للمشاركة في التدريبات. الجهاز الطبي اطمن على أوباما خلال المران، بعدها شارك أوباما بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية. المسلوسي كمان برضو كان بيشتكي من إجهاد في عضلة السمانة، فبيواصل دلوقتي البرنامج التأهيلي الموضوع ليه عشان يتخلص ويتعافى من الإجهاد العضلي اللي لاحق بيه في عضلة السمانة. المسلوسي أدى مجموعة من التدريبات التأهيلية داخل الملعب وداخل الجيم بمقر نادي الزمالك، وفي نفس الوقت خاض عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال. سلامات لكل اللعيبة اللي عندهم إجهاد، اللعيبة اللي إن شاء الله في إصابة بإذن الله يرجعوا في الفترة اللي جاية أحسن وأفضل وأقوى من الأول. عندنا خبر كمان من عند كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك اللي أشاد بحراس مرمى نادي الزمالك وتطور أدائهم في الفترة الأخيرة. شدد كمان على التزام محمد عواد في التدريبات بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر، وقال كابتن محمد إن عواد بيؤدي التدريبات بجدية، بركز في شغله بس دون الانشغال بأي أمور تانية. طبعا عارفين إن عواد انضم للقائمة المبدئية وتم استبعاده في القائمة النهائية اللي منتخب مصر لا تخوض كاس أمم افرق. وفيما يخص الحراس الشباب عبد الرحمن نفاد ومعاز علاء، اشاد بيهم برضو كابتن عبد المنصف انهم ادائهم اتطور في الفتره الاخيره في التدريبات وخلال مشاركه في المباريات الخاصه بفرقهم اللي بيشاركوا معاها، وقال ان عبد الرحمن نفاد ومعاز علاء هيكون ليهم دور في المباريات الوديه خلال الفتره اللي جايه مع الفريق الاول.